السلام عليكم الاخوان. اليوم كنتواجد في مدينه وجده لغرض اداري لمحكمه اداريه لشكايه ضد رئيس جماعه بني شكر على خلقات اللي كيدير في المجلس وعلى بعض الشواهد الاداريه. غندير واحد الشكايه. جا الاستاذ ديالنا لان الاستاذ راه في المحكمه الاداريه باش نحطوا شكايه ضد النائب الخامس ورئيس جماعه بني شكر، لان على حسب الخلقات داخل المجلس ولا حسب الشواهد عدم التجزئه والمنح الشواهد مقابل الملايين نتاع الدرهم. واليوم غادي نديروا واحد الشكايه الى محكمه اداريه على حساب باش تلبث في الشكايه، لان جبنا عده نسخ من عدم التجزئه وعده نسخ من المعدات الكهربائي في الاماكن غير قانونيه، لان كانت صدرات الاحكام من السيد العامل الاحكام الهادم والسيد القائد، والسيد الرئيس اعطى رخصه الكهرباء او المعدات الكهرباء بمقابل 9000 درهم. كاين الرخص اللي ب 10000 درهم. ولهذا حنايا كجمعيه جهويه لحمايه البيئه والمال العام باش نحميو المواطن ونحميو المال العام، غادي نديروا شكايه ضد الرئيس الجماعه والنائب الخامس، لان شي 15 يوم ولا 20 يوم جات الشرطه القضائيه ببلينصار حضرات الى عين المكان في بني شكر، والنائب الخامس كان في حاله الفرار، في حاله الفرار ما جاش عندهم في المجلس، لان المجلس اللي شفنا حنايا 2015 فيها الخلقات والتزوير الوثائق، لان كاين واحد الشهاده العزوبه اللي كان زورها النائب الخامس. ولهذا حنايا كجمعيه اليوم طلعنا لوجده ان شاء الله باش نديروا شكايه، نحطوا شكايه مع الاستاذ، نحطوا شكايه في المحكمه الاداريه. ولهذا الاخوان غادي تكون واحد المعطيات الجديده اللي وصلنا لهنا. كنشربنا يتايا ان شاء الله في القهوه تاع محطه الوقود، وقلنا والله حتى نبارطاجي معكم هذا الفيديو، لان كاين المتبعين ديالي اللي كيسولوني على فين غادي ولا هكذا، باش نقول لهم راني في مدينه وجده اليوم ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله
نكملوا ونعطيكم المعطيات الجديده. كيف كتلاحظوا اليوم اللي جينا في واحد المجال الحمد لله، شوف الطيور كيفاش كيطيروا، شوف الحمد لله الله تعالى اللي كيسخر في الملك ديالو، ولهذا اللي حنايا غادي نجيو مع المعطيات الجديده عما قريب، غادي يكون الجديد ان شاء الله، وغادي نوصلوا لوجده ان شاء الله، نوصلوا للمحكمه، غادي ان شاء الله نوريكم المعطيات الجديده، غادي نشوفوا السيد هذا الملف الجماعه بني سيدي الجبل عاد. الملف جماعه بني سيدي الجبل غادي يحطوا عاود المحامي اللي عطيناه على حسب الشتات في السلطه واستعمال السلطه والنفوذ داخل مجلس الجماعه بني سيدال، لان رئيسه جماعه بني سيدال تستغل النفوذ وباش نديروا بها واحد الشكايه، لان بغات تستحوذ على اراضي نتاع الناس وبغات دير العراقيل للناس اللي كيديروا الملكيه او الناس اللي بغاو يديروا المشاريع، لان علاش كدير العراقيل مقابل باش تمشي عندها تتفاهم معاها ولا علاش العراقيل؟ ما فهمناش علاش. حنايا راسلنا السيد العامل، درنا الشكايه للسيد العامل السيد الوزير، والان ان شاء الله غادي نحطوا شكايه مباشره ان شاء الله للسيد الرئيس المحكمه محكمه اداريه، غادي حتى المحامي، وغادي تكون واحد المعطيات الجديده ان شاء الله. حنايا بالمرصاد، حنايا كنقولوا بالمرصاد ان شاء الله، ما غاديش نسمحوا في حقنا وحق المواطن وحق الفقراء، لان حنايا كجمعيه جهويه لحمايه البيئه والمال العام حطت واحد البصمه، وما غاديش نسكتوا على الفساد اللي كيوقع داخل الجماعات، ولهذا اليوم جينا لمدينه وجده باش نحطوا شكايه، وغادي تكون معطيات جديده. وشكرا، كنشكر السي سقلي اللي كرئيس الجمعيه اللي حضر معايا هنا هو شخصيا، وكرئيس جائده الكواليس، والموقع ديماريف والقناه ديماريف، لان دائما كيكون الجديد ان شاء الله، وغادي تكون معطيات جديده ان شاء الله في اقرب وقت. شكرا. واش نقدر شو تيقول عنه؟ لان وعظيم من الغادي نهضر خو الجماعات هاد المجالس هاد النخبه السياسيه سي عبد الصمد، لان هاد النخبه السياسيه احنا كيف كنلاحظوا حنايا كجمعويين، كنلاحظوا الفساد داخل الجماعه ولا الجماعه التجاريه او جماعه السمساره، يعني معظم الجماعات المحليه في اقليم النظر اللي زدت المشاكل تما. شفنا بزاف ديال المشاكل اللي كيوقعوا في هاد النخبه السياسيه، وكنتمنوا ان شاء الله الشباب يمشيوا يرشحوا ويقيدوا راسهم ويديروا واحد الرجل مناسب في المكان المناسب. ولكن انتوا غاديين الشباب ديال مجلس الجماعه بني جيكا، انتوا غاديين الشباب ديال مجلس الجماعه بني سيدي الجبل. السي عبد الصمد شوف الزرع بحال هذا الزرع، الا نط فيه نط فيه الربيع ولا هكذا ما كيدير والو. هاو ركحيله غيتسمى ركحيله، خصو يكون شباب واعيه، شباب قاري. وقتو غاديين الشباب غاسر وين المثقف ديال النخبه؟ ماشي شكون هو الشباب اللي عندنا في بني شيكر اللي فيه الثقفه؟ لكن الثقبه اللي فيه ما فيش. كان يقول لك انا بني سيدي الجبل كان تما الشباب زعما، الصراحه كاين اللي قاري في الجامعه. الشباب راه كاين الشباب، كاين الشباب من الشباب. ما يعني كاين الشباب كاين الشبيبه. يعني خص الانسان يعرف الاختيار. الانسان السي عبد الصمد من كيجيب الاحترام؟ كيجيب الاحترام للوالدين ديالو اولا، غادي يكون الوالدين ديالو رباه على احسن تربيه. باش يكون هو يخرج مربيه، الا كانوا الوالدين ديالو ما رباوهش كيفاش هو الولد غادي يخرج صالح؟ سمع خويا الصور ذاك الساكنين الجماعه البريجيكا باش قلنا فوسك فوس حمام غادي بالدرن. حنايا كجمعيه كنقولوا للساكنه بني شيكار باش يديروا اليد في اليد، وتكون واحد النخبه جديده، واحد السياسه جديده، واحد يغني زعما ماش التوري جديده، باش ان شاء الله يكون ان شاء الله البديل، باش ان شاء الله نخدموا المنطقه ديالنا، باش ان شاء الله نوقفوا على رجلنا ونعاونوا الفقراء والمساكين، وما يمشيش الحق الفقير ولا حق المعوز ولا عندك حق الماء، حق الرخصه تاع الماء وحق الرخصه تاع الضوء، هادو من حقك باش تديهم، ماشي تديهم بالمقابل الفلوس ولا هذا. هذا الشيء اللي كنقولوا حنايا دائما في الروبورتاجات ديالنا، دائما في كل شيء ديالنا كنقولوا هذا الشيء، كنقولوا لساكنه بني شيكر، كنقولوا وياكم غادي يغويوكم بالفلوس ولا ب 200 درهم، وياكم يبقاو يكذبوا عليكم بالاكاذيب، وياكم يبقاو يستحمروكم، لان حنايا كجمعيه جهويه لحمايه البيئه والمال العام، حنايا بغينا نديروا الجديد، حنايا بغينا الديمقراطيه تكون ديمقراطيه، بغينا الفقير يدي حقه، بغينا المسكين يدي حقه، بغينا اللي عنده يدي حقه، ماشي اللي عنده يدي الفقير ما يديش. ولهذا حنايا كنعطيو واحد النصيحه للاخوان. سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، الله اكبر، الله اكبر، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. اقش كان دمار كمل الاخوان.
عظيم واخا نتمنى مسيره موفقه هذه مدينه وجده. السبت الصمد مازال ان شاء الله غادي يكونوا المباشرات ان شاء الله في هذه الايامات ان شاء الله غادي نهضروا على الخلوقات اللي كتوقع في الجماعات او على السياسه الفاسده او على السمساره اللي كتكون داخل الجماعه، لان كنقولوا كنقول للناس الساكنه في بني شكار اقليم الناظور قاونا مدينه شوت السمازيغ ممكن نص مازيغ يخصك نوات من زمشا نشنطا وانتصرت ايضا الكرم وانت من زيبوس عايشين في حنزز عايشين زنزيق في النور نشين انا الشح بنادم المناسب في المكان المناسب وجيس سنين ودا غزرين شا ار نهار غنبدا غنتسقاق من ديدو درين ابدا غستحمان ابدا غنغقل لان الجهل ويقيم بول الجهل الخوي بدا نتاح فهما يبدا نتحسن من تقن. ولهذا تشكاش السي عبد الصمد تشكاش جميع المفرجين ديالي خارج الوطن وداخل الوطن. هذه النصيحه نتمنى ان شاء الله نعقب ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله.